بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية نستكمل مع بيان لي كومبروند. كنا قد توقفنا في الفقرة الماضية مع روني كي بريباري لو روبا دي بوتي. طبعا توقفنا مع روني الذي هيئ الوجبة للصغار. إذن on a déjà vu روني كي بريباري لو روبا دي بوتي. إذن من قبل رأينا غوني الذي هيئ وجبة الصغار. طبعا وصلنا إلى هذه الكلمة. هذه الكلمة كما تنشوفوا مكونة من أس إي ماشي إي إي. عندنا أس إي ثم عندنا أغ أغ. طبعا تنطق سيغ سي سي سيغ سيغ سيغ. ما معنى سيغ؟ سيغ مقصود بها فوق. طبعا السو هي تحت. سو تحت عكس سو. سيغ فوق. تكون عندنا واحد الطابله مثلا كهذه ثم عندنا مثلا كتاب. اذا نقول لو ليفر est sur la table. Le livre, idem nakoul. Le livre est, هو يكون كما لو نقول. هاد être تستعمل بكثرة. Est sur la table. La table. Idem, le livre est sur la table. إذن الكتاب هو موجود فوق الطاولة. إذن كما قلنا عندنا كلمة سيغ. إذن عندنا هنا ميرو اي سيغ لو تابي. ميرو اي سيغ لو تابي. طبعا فيما سبق رأينا كلمة تابي كما قلنا بأنها السجاد أو الزربية تسمى لو تابي. ثم رأينا كلمة سيغ الآن المقصود بها فوق. ثم رأينا هاد أي المقصود بها كان. ثم كلمة ميغو المقصود بها اسم الكلب. طبعا لا نعني بها الكلب ولكن عندنا واحد الكلب مسمينو ميغو. ممكن أن كلب آخر يسمي شخص آخر باسم آخر. إذن عندنا ميغو اي سيغ لو تابي. إذن الكلب هو فوق الزربية. فوق الزربية. Voici. كما رأينا فيما سبق بأن أوي تنطق و. كما رأينا فيما سبق بأن أوي تنطق و. ثم عندنا هاد السي. عندنا السي من بعد منها إي. طبعا ستنطق كأس. هاد السي بعد إي تنطق كما عندنا أس إي. إذا طبعا سنقول فوا. طبعا هذه في كما رأينا. في. Voici. كما نقول ها هو. ها هو ماذا؟ لوبو اي لا بيب. Voici لوبو اي لا بيب. Voici لوبو اي لا بيب. ها هو الإناء. هو الإناء وأداة التدخين. Voici لوبو اي لا بيب. Voici لوبو اي لا بيب. Après qu'est-ce qu'on a? On a voici le père de René. Voici le père de René. Voici le père de René. إذن ها هو أب. ها هو أب René. Voici voix. طبعا كما قلنا بأن أوي تنطق و. لا نتكلم عن إي أو. طبعا إي أو تنطق يو. ولكن أوي تنطق و. إي أو تنطق يو يعني تنطق بشكل عادي. أما أو إي فتنطق و و و. إذن عندنا هنا voici le père de René. Voici le père de René. Voici le père de René. ثم عندنا René est petit. René est petit. رأينا فيما سبق لي بوتي يعني الصغار. هنا عندنا روني
est petit. Est petit. إذن روني هو صغير. ثم عندنا روني ري. روني ري. روني ري. طبعا هد. ري هذه تجي من فعل غيغ. فعل ضحكة. وكنا شفنا منه واحد الاسم اللي هو لو غيغ يعني الضحك. طبعا عندنا الفعل بحالها. اذا نقول لو فيرب غيغ. لو فيرب غيغ هذا فعل ضحك. نقول لو فيرب غيغ هذا فعل ضحك. اذا عندنا روني غي. روني يضحك الان. كما تنشوفوا ما كيناش بين هاد غي وبين روني ما عندناش هاد ا. لو قلنا مثلا روني اغي. لو قلنا مثلا روني اغي اذا روني هو ضحك من قبل. لكن هنا عندنا روني غي. روني غي. لكن هنا عندنا روني غي. روني يضحك الان في الوقت اللي تنتكلموا فيه. اذا نتكلم على لو بريزون. نتكلم على لو بريزون يعني الحاضر. ثم عندنا بابا اي سور لا موتو. بابا اي سور لا موتو. طبعا راينا سور. سور يعني فوق. بابا اي سور يعني ان الاب يكون فوق. فوق ماذا؟ لا موتو. regardez ici. اذا نقول لو بابا اي سور لا موتو. الاب هو فوق الدراجة. بابا اي سور لا موتو. بابا اي سور لا موتو. ثم عندنا ميرو امي لا بات سور لا بال دو مينا. ميرو امي شتي يعني هذا؟ امي هذا فعل. ملي تنقولو هذا فعل شنو نقصد به؟ بانه في الماضي لان مسبوق بهاد افواغ. مسبوق بفعل افواغ او بمعنى اخر تنتكلمو على المساعد افواغ لانه تيساعدنا باش نصرفو فعل. اذا طبعا عندنا ميرو امي. هاد مي هذا فعل سلو فيرب. سلو فيرب ماتر. سلو فيرب ماتر هذا فعل وضع. سلو فيرب ماتر هذا فعل وضع. اذا طبعا ميرو امي اذا نتكلم عن ميرو انه من قبل وضع. ميرو انه من قبل وضع. وضع ماذا؟ لا بات وضع الرجل. المقصود انه وضع رجله ولكن هنا ما عندناش وضع رجله. عندنا ميرو امي لا بات. ميرو انه وضع الرجل ولكن في الحقيقه المقصود بها رجله. ممكن نوضحوا حنا هذا الامر. نقول ميرو ا مي سا بات يعني انه وضع رجله. سابات وضع رجله. طبعا اللي عندنا هنا عندنا امي لابات انه وضع الرجله. سور لا بال اذا هو وضع الرجله على الكره. كره من؟ كره من؟ دومينا. اذا ميغو امي لابات سور لا بال دومينا. اذا ميغو وضع الرجل على كره مينا. ميغو امي لابات سور لا بال دومينا. ميرو امي لا بات سور لا بال دومينا. Après nous avons quelques images comme nous le voyons ici. On a des images comme nous le voyons ici. Alors qui est-ce? Qui est-ce? C'est le père. C'est le père. Ou bien c'est le père de René. Ou bien c'est le père de René et de Mina. Et nous parlons d'Ab René ou Ab Ab René ou Ab Mina. Et nous disons c'est le père. Après qu'est-ce que c'est? Après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mehda. Bien sûr, c'est la pipe. C'est la pipe. Regardez ici. Regardez ici. C'est la pipe. C'est la pipe. Qui est-ce? Qui est-ce? Men yakoun? Ou men yakoun? طبعا نفس السؤال تطرح على الاشخاص بهذا الشكل سواء كان ذكرا او مؤنثا. نقول qui est-ce? Qui est-ce? Men yakoun? C'est la mère. C'est la mère.
C'est la mère. C'est la mère. إنها الأم. C'est la mère. إنها الأم. Après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la pomme. C'est la pomme. C'est la pomme. Et on fait qu'est-ce que c'est? Et on fait qu'est-ce que c'est? Au final, il me reste. Qu'est-ce que c'est? C'est miro. C'est miro. C'est miro. إنه ميرو. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.